استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء استعرض سموه مع الحضور عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا اليوم في عهد زاهر بقيادة العاهل المفدى يده الله، عنوانه التطوير والتنمية، وعلى كل مسؤول أن يكون على قدر من الجاهزية لتنفيذ استراتيجية الحكومة في تسخير كل ما يمكن لخدمة المواطن، وأن يكون آذانا صاغية ويدا تعمل لصالح أبناء الوطن. واستمع سموه من الحضور إلى عدد من القضايا المتصلة بالخدمات الحكومية، حيث أكد سموه بأن التوجيهات واضحة للوزارات والجهات المسؤولة بمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من مدى الالتزام بالبرامج الزمنية والانتهاء من المشروعات في الأوقات المحددة دون تأخير لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التحديات الاقتصادية تستدعي التعامل معها بروح المثابرة والعزيمة بهدف تجاوزها واستثمار ما تنطوي عليه من فرص في تقوية البناء التنموي في المملكة عبر البحث عن بدائل تكفل لعجلة النمو قوة الدفع والانطلاق نحو تحقيق غاياتها في الرفاه والازدهار. وقال سموه: إن البحرين حققت قفزات تنموية متتالية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، منوها سموه إلى أن رؤية الحكومة وضعت أساسا متينا لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الأهداف الوطنية.